البحرين وغير البحرين من مثلها معاناة واضطرابا وتدهورا في الأوضاع، غدا بخير وأمن وازدهار ورفاه ووفاق، لو تبدلت نفس نفسية التسلط والتفرد بالسلطة، وروح التسيد المطلق والتنكر لآدمية الآخر وإنسانيته وكرامته وحقه في الحرية والتمتع بالحياة الآمنة الكريمة الهانئة واشتراكه في الثروة وحقه في تقرير مصيره واحترام رأيه في سياسة بلده. مسؤوليتنا المشتركة، أمن أي بلد خير لأهلها جميعا، وخوف أي بلد شر لأهلها جميعا، والأمن من الداخل قبل الأمن من الخارج، والخوف من الداخل ربما كان أشد، والخوف من الداخل هو أشد فتكا وأدم من الخوف من الخارج. ولحد الآن لم تدخل منطقة الخليج في أزمة أمنية شاملة، وفي هذا نعمة من النعم الكبرى التي تذكر بشكر الخالق. ومسؤولية الحفاظ على هذه النعمة يتحملها الجميع، فالكل مخاطب بدرء الخطر المرعب عن المنطقة كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولحد الآن لم تدخل البحرين وقد طالت الأزمة الأمنية فيها في حالة الانفجار الأمني العام، وهذه نعمة أخرى يجب على كل الأطراف أن تشكر الباري المتفضل عليها وأن المتفضل بها وأن تعمل جاهدة مخلصة على تجنيب الوطن من هذا المصير الأسود المروع والفوضى الساحقة. جميع الخليجيين يتحملون مسؤولية أن تبقى منطقة الخليج بعيدة عن الأخطار الأمنية وغيرها، وكل أهل بلد في المنطقة وغيرها مسؤولون عن الإبقاء لبلدهم في منطقة الأمن والسلام. ونحن أهل البحرين جميعا نتحمل مسؤوليتنا الخاصة في ألا ينزلق هذا الوطن إلى حالة الانفجار الأمني، وإن كنا نعيش في وسط الأزمة الأمنية، ونعمل جاهدين على إنقاذه من أزمته الأمنية الحرجة القائمة. هذا كله صحيح، ولكن لا أحد يمكن أن يساوي في هذه المسؤوليات من منطق العقل وفي ضوء موازنات الواقع وإمكاناته عند مختلف الأطراف بين السلطات والشعوب. وإن علاج اليوم ليعالج ما لا يستطيع علاج الغد أن يفعله، وأن يعطي من نتائج ما لا يعطيه، وكل تسويف في عملية الإصلاح له انعكاساته الخطيرة المستجدة على الأوطان. ذلك هو الشيخ الفضلي الذي فجعت الأمة بفقده، وفي نعيه نعي لواقع شاخص من الإيمان والعلم والعمل الصالح والجهاد والمصابرة. ولفقده ترفع التعازي لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ولفقهاء الأمة وعلمائها وعموم المؤمنين والمسلمين وعموم المؤمنين والمسلمين وأسرته الكريمة. عوض الله الأمة المسلمة عن كل عالم من علمائها المخلصين الصادقين الهادين ممن تفتقد نوره وهداه، وأعزها باتباع الدين الحق. ورحم الله شيخنا الأستاذ وبوأه المنزلة الرفيعة في الجنة.